السلام عليكم، حلقة جديدة من البرنامج التفاعلي اليومي تواصلكم. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، والبداية مع عناوين الموضوعات المختلفة التي اخترناها لكم لعدد اليوم. البداية ستكون مع واقع المدارس في محافظات مختلفة بسبب مياه الأمطار وغياب الدور الحكومي لحل هذه المشكلة في الطرقات المؤدية إلى المدارس، ثم نذهب بعدها إلى واقع مياه الإسالة في بغداد وعدد من المناطق التي يشتكي أهلها الإهمال الحكومي وتواصل المياه الملوثة الواصلة إلى منازلهم، ثم ننتقل وإياكم لنطلع على تفاصيل متعلقة بعدد من المشاريع المنجزة والمتوقفة بسبب قلة الاهتمام الحكومي وانعكاس المشكلة على الواقع الاقتصادي في العراق. أما الختام فسيكون مع مقاطعة إحدى شركات الاتصالات في الأنبار وعدد من المحافظات الجنوبية، ونشطاء يقولون إن الحملة تأتي في إطار رفض استغلال الشركات للمواطنين. البداية مع الصعوبات التي يعانيها طلبة المدارس في مختلف محافظات العراق بسبب الأحوال الجوية والأمطار المتواصلة وغياب الاهتمام الحكومي من أجل حل هذه المشاكل. المياه تغمر مدرسة القلم في السماوة بمحافظة المثنى، وبطبيعة الحال هناك صعوبة فيما يتعلق بوصول الطلبة إلى مقاعد الدراسة. الحال في ميسان ليس بأفضل من الحال بالمثنى مشاهدينا الكرام. الآن إلى واقع طلاب المدارس الابتدائية في ميسان بعدما غمرتها مياه الأمطار أيضا. كثيرة هي المدارس في ميسان التي تعاني الحال السيء نفسه أعزائنا المشاهدين. الآن إلى حال طلاب إحدى مدارس المتميزين في ميسان أيضا بسبب الظروف التي تمر بها مختلف المحافظات العراقية بسبب مياه الأمطار، وكما قلنا لكم ويتداوله نشطاء بسبب عدم الاهتمام الحكومي بإصلاح الطرقات وغياب الاهتمام بالبنى التحتية. نتابع. للأسف واقع موغل بالوحل، فكيف سيكون حال المستقبل يتساءل العراقيون. الآن نذهب وإياكم إلى مأساة أخرى حيث مياه الإسالة. البداية ستكون أعزائنا المشاهدين مع حال الماء في قضاء الحسينية منطقة 5000 زقاق
المعروفة ب51 والموجودة في شمال بغداد. نتابع. السلام عليكم أخوان، هاي من منطقة 5000 زقاق 51 محل 209. شوف حال المي الإسالة، شوفوا حال مي الإسالة، مي خايس يعني. هاكم أريد أشوف البرلمانيين أو المجلس النواب هم يشربون من هذا المي، يخسون بهذا المي. عم حتى مي الشط انضف من عندي. هاك شوف، حتى لا تقولون هذا جايبه من يمه، لو بخلي طين لو بخلي. في قضاء الحسينية بمنطقة 5000 زقاق كان هذا الواقع الذي شاهدتم بزقاق رقم 51 أعزائنا المشاهدين. الآن نذهب إلى تساؤل نشطاء عراقيين عبر فيسبوك، تساءلوا وقالوا أين الحكومة من كارثة ماء الإسالة التي تشهدها وتعيش تلوثها الحالي مدينة الصدر الكائنة شرقية بغداد. هذا ماء إسالة أم زيت لإصلاح أعطال السيارات، يتساءل عراقيون عبر مختلف وسائل التواصل. أعزائنا المشاهدين، الآن إلى ظروف صعبة يعيشها مواطنو أطراف بغداد بسبب تلوث مياه الإسالة أيضا، ومن ثم ننتقل وإياكم إلى موضوع آخر. الآن إلى مشاريع أنجزت ولكن للأسف لا تزال متوقفة، أين الخلل؟ نتعرف معا الآن. مشاريع مياه في البصرة أنجزت عام 2008 ولم تشغل حتى الآن، دعونا نتابع. هذه الخزانات لما نفذت هنا مربوطة بخط جديد يربط بينها وبين مشروع ماء العباش المعروف بالآر زيرو، وكانت الخطة انه تزود مناطق حي الحسين، الجمعيات، حي الخليج، الامن الداخلي والمهندسين بالماء. شوفوا هذا المشروع كامل كامل، هذا مشروع كامل. هذه بحسب معلوماتي انه المشاريع انجزت سنة 2008، انجزت بالكامل سنة 2008، لكن هذه المشاريع لم يتم تشغيلها، ما حد شغلها، وهذا باب المشروع مقفول. زين، بس حراسات فيه. الآن إلى مشروع آخر نفذ ولكنه معلق ولم يستفد منه أي من العراقيين، مبردة صحية ومعقمة نفذت بمبلغ 14 مليار دينار عراقي ومتوقفة هي أيضا عن العمل. أستاذ، قد تكلفة المشروع هذا؟ ما يقارب 14 مليار وشوية. شركة منفذة؟ شركة السنتر الإيطالية. إيطالية. شنو سبب توقف دكتور؟ تقريبا هسه العقود الموجودة استثمارات شوية، يعني المبلغ شوية أعلى من المقرر، ما يتناسب الواقع الموجود عندنا بالبلد، خاصة محافظة البصرة، ونريد من الوزارة أنه تقلل هذا السعر على مود الناس ترغب لها وتجي لها إن شاء الله بالأيام المقبلة، إن شاء الله أكو تفاوض بها إن شاء الله. الآن إلى مشروع في المثنى كلفته 8 مليارات دينار عراقي، متوقف هو أيضا عن العمل منذ عام 2014.
السلام عليكم. اليوم متواجد قرب معمل اسفلت الرميثة اللي على طريق النجمي. هذا المعمل اللي باكتماله ممكن يحيي المحافظة بأكملها من حيث التبليط، تم البدء به قبل 2014 وتوقف سنة 2014 بسبب الأزمة المالية، ولغاية الآن المعمل متوقف. اللي جاي يصير شنو هنا؟ يحضرون العطابة قبل الفشخة، جايبين المواد الأولية مالت الحصو والرمل الخشن والحجر كلها محضرين هنا، والمعمل بعده ما مكتمل. المعمل كلفته تقريبا 8 مليار دينار. حضرين المواد الأولية اللي راح تتعرض للتلف بسبب تغيرات المناخية، والمعمل بعده ما مكتمل. جايبين أجزاء من المعمل والمعمل لحد الآن ما مشتغل، أجزاء كلها معرضة ديج خلفي، يعني معرضة للاندثار بسبب المطر والأتربة والحرارة والزنجار، هاي كلها والمعمل بعده ما مشتغل. حايرين شلون نبلط شوارع الرميثة وشلون نبلط شوارع المحافظة والمعمل بعده ما مكتمل. الآن إلى موضوع آخر. نشطاء عراقيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعوا إلى مقاطعة شركة اتصالات موجودة في الأنبار وتعمل أيضا في بعض المحافظات الجنوبية، وعزى النشطاء أسباب المقاطعة إلى كذب هذه الشركة واستغلال المواطنين. ضمن مع أخوتي في محافظة السماوة قمت بتكسيرهن، الله شاهد. أنا أخوكم المحافظة الديوانية، هذا واحد، هذا الثاني. دعما لحملة كسرها بتاريخ 1/1/2019 بداية السنة الجديدة، مقاطعة شركة زين النصابة من محافظة الأنبار مدينة القائم على الحدود السورية العراقية. هذا الفيديو من أهالي النجف مع حملة كسرها. نذهب وإياكم الآن لمتابعة مقطع آخر في ذات الحملة، حيث أكد النشطاء أن حملتهم تشمل أكثر من محافظة وتأتي رفضا لسلب حقوق أي مواطن عراقي. تعالوا نتابع معا. هذا أول واحد، أربع نصاف، وهذا الثاني. ماكو خط بعد أخذي شركة زين نهائيا، ولا نتعامل ويا هاي الشركة. هذا الثالث، هذا الرابع، شوفوا قدامكم، هذا الخامس، وهذا السادس. وأنصح الناس كلها تكسر خطوطها، لأن الشركة نصابة ونصبت على الناس. تضامن مع حملة كسر خطك، هاي كسرنا خطوطنا. وصلنا الآن مشاهدينا الكرام إلى فقرة آراءكم، وهي الفقرة التي من خلالها يوميا ننتقي لأجلكم الموضوع الأكثر والذي تداوله الشباب العراقي عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وأبدوا من خلاله رأيهم بطبيعة مثلا مشاهد من صور أو مقاطع فيديو. الصور التي انتقيناها لكم فيها دخول معدات عسكرية أمريكية، قال شباب نشطاء عراقيون عبر مختلف وسائل التواصل أنها عبارة عن معدات عسكرية أمريكية دخلت من الكويت عبر البصرة، وقالوا إنها متجهة إلى الأنبار. هذا ما قاله العديد من النشطاء الذين تداولوا هذه الصور التي شاهدتموها قبل قليل. الآن ننتقل وإياكم إلى أبرز المنشورات التي كتبت تعليقا على ما شاهدتم من صور،
في المنشور الأول نقرأ عليكم ما كتبه سعد الفهداوي، وفيه وين الجماعة صار أسبوع يهوسون نضرب الأمريكان وهاي السوالف، يلا هذول الأمريكان دخلوا من يمكم والطريق من البصرة للأنبار طويل، إذا أنتوا زلم اضربوهم. سعد يريد أن يشير إلى فكرة انعدام سيادة الدولة ومن يقولون إن الحكومة تسيطر على الأوضاع سواء في البر أو في غيره، سواء في محافظة كذا أو كذا أو كذا، ويقول إن هذه المدرعات وهذه المعدات هي معدات أمريكية، اذهبوا وواجهوها. إلى منشور آخر ورؤية جديدة يقدمها لنا محمد، يقول فيها محمد وين جماعة الخط الأحمر مدري الأصفر، وينكم ضميتوا روسكم لوذوا الأسيادكم يا عارات. محمد يريد أن يقول إن هذه الجهة التي دخلت بهذا العتاد وهي جهة أمريكية لا يمكن للحكومة أن تواجهها أو أن تبدي امتعاضا أو رفضا لمثل هذه الصور. إلى تعليق آخر في المنشور الجديد، مرتضى يكتب وين جماعة كلا كلا أمريكا، ترى هاي طبوا بالسيارات مو طيارة وما تقدر تلوحها. هذا الشاب يقول إنها قوات أمريكية من خلال آليات دخلت من الكويت إلى البصرة ومن ثم إلى محافظة الأنبار، أين من يهتفون الموت لأمريكا كلا كلا أمريكا حتى يواجهوا الدبابات أو المعدات الأمريكية التي دخلت إلى العراق. الآن نذهب إياكم إلى منشور جديد كتبه مسلم، يقول فيه ويجي عادل عبد المهدي يقول الأمريكان مهمتهم استشارية، لعد هذون الأسلحة شي يسوون بيهن، يصيدون بيهن ذبان. سؤال برسم الإجابة والإجابة أنتم من يمتلكها. الآن نذهب إلى المنشور الأخير في هذه الفقرة وكتبه أحمد، يقول أحمد الأحزاب العراقية أسود على العراقيين فقط وفئران على الأمريكان. هذا ما أراد أن يقوله هذا الشاب. الآن نذهب إياكم إلى الهاشتاج وفقرة تويتر. فلننتفض مع البصرة، كان هذا هو الوسم الإلكتروني أو الهاشتاج الذي نشط أعزائنا المشاهدين خلال الساعات القليلة السابقة. أربع تغريدات سنقرأها عليكم الآن، اخترناها لكم مذيلة بهذا الهاشتاج. البداية مع هبة التي كتبت الوضع لم يعد يحتمل السكوت، لنترك الشعارات والاختلافات ولنتوحد لأجل إنقاذ البلد بأكمله من خلال البصرة، وليكتب العراقيون جميعا نهاية ميليشيات وأحزاب الفساد المرتبطة بجار السوء إيران. إذن هي رسالة واضحة موجهة من فتاة عراقية إلى الجمهور العام العراقي، علهم يتفقون يتحدون على فكرة واحدة وهي الخلاص من كل الأجندات الخارجية التي تسعى إلى تمزيق العراق ونزع سيادة أبنائه عليه من خلال أجندات تأتمر بأمر الأنظمة أو النظام الإيراني، كما تقول في تغريدتها. إلى تغريدة ثانية نذهب إياكم الآن، كتبها علي العبساوي، يقول علي الانتصار الحقيقي للعراقيين هو التخلص وسحل الأحزاب العميلة للخارج. علي يرى أنه لن تقوم للعراق قائمة أعزائنا المشاهدين ما دامت هذه الأحزاب متحكمة بمصير وحاضر مستقبل العراقيين. إلى تغريدة ثالثة نذهب الآن، وكتبها تحسين علي، يقول الانتفاضة الحقيقية في الشارع عندما تقف بوجه مسؤولي المحافظة وتزلزل عروشهم وعروش أسيادهم. سنة 2019 إن شاء الله ستكون نهاية الأحزاب أو نهاية الشعب البصري، هي الفكرة التي يطرحها الشاب، إما نحن أو الأحزاب، إما المواطن العراقي أو من يضيق الخناق على هذا المواطن، يحرمه الخدمات يحرمه حقوقه، يؤكد للأسف بأفعاله غير الجيدة أن العراق فقط حكرا على جيب المسؤول وليس لأبنائه الذين يحلمون بواقع أفضل. إلى التغريدة الأخيرة ميرزا ياسر تقول في البصرة شعب يطالب بأبسط حقوقه. اختصار الرسالة إنها البصرة التي خرجت لا للتخريب ولا للنهب ولا للسلب كما يروج هذا الحزب أو هذا المسؤول أو ذاك، وإنما هم مواطنون لهم الحق
في حياة كريمة في بلادهم في محافظتهم. لهم الحق أن يكبر أطفالهم ويفتخروا بالعراق، لا أن يسعوا مرغمين مكرهين أن يخرجوا منه مقهورين للأسف. بعد الفاصل نذهب إياكم إلى المقاطع المصورة. مدينة سامراء القديمة، كيف بدأت القصة وماذا حل بأهلها؟ لم تعد مدينة سامراء القديمة تبعث على السرور، وخصوصا في قلوب أهلها الممنوعين من دخولها منذ 12 عاما. كان تفجير مرقد الإمامين العسكريين في شباط 2006 البداية لانطلاق معاناة أهل المدينة الذين أدانوا التفجير وتظاهروا احتجاجا عليه وطلبوا بالشفافية في اعتقال ومحاكمة منفذيه. جرى إغلاق مدينة سامراء القديمة على مرحلتين، شملت الأولى غلق مرقد العسكريين عام 2006، بينما ضمت المرحلة الثانية غلق كامل المنطقة القديمة في مطلع 2007. منع السكان من مزاولة أعمالهم في مصالحهم التجارية التي تقع ضمن المنطقة القديمة والتي فتحت أمام الجميع باستثناء أهلها. قرار المنع شمل 5 أسواق رئيسة في المدينة، وهي مريم، البنك، القصابين، الشروق والشواف، وتضم 3500 محل تجاري و466 عقارا مختلفا بين فندق ومطعم ومرآب لوقوف السيارات. عم الكساد والبطالة في سامراء على إثر هذه الإجراءات، واضطر البعض إلى هجر المدينة بحثا عن الرزق، حين يتمسك العدد الأكبر بأرضهم التي لا يتخيلون العيش بدونها. ويؤكد الأهالي أن معاناتهم تضاعفت جراء التغييرات المريبة التي شهدتها المدينة، ومنها تحويل عائدية مرقد الإمامين إلى الوقف الشيعي بالتزامن مع حملة لشراء العقارات المعطلة من قبل جهات متنفذة. في هذه الأيام لم تقدم السلطات الأمنية والسياسية أي مبرر مقنع لاستمرارها بمعاقبة أهالي سامراء بالرغم من التحسن الأمني الذي يسود المدينة. خرج الأهالي في تظاهرات وقدموا آلاف المناشدات للسلطات من أجل السماح لهم باستئناف حياتهم الطبيعية وكسب أرزاقهم التي حالت الكتل الكونكريتية بينها. امتنعت 5 حكومات تعاقبت على العراق بعد 2007 عن الرد على مطالبات أهالي سامراء الذين لا يجدون تفسيراً لهذا السكوت سوى معاقبتهم على جريمة التفجير التي كانوا هم أبرز ضحاياها. في سامراء أيضاً، ملوية سامراء تواجه خطر الانهيار تحت سطوة الميليشيات. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم التفاعلي اليومي تواصل.com. إلى اللقاء.